السلام عليكم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذا معكم الدكتورة عطار نسيمة المكلفة بإلقاء محاضرات عن بعد في مقياس المجتمع الدولي، وهو مقياس سداسي موجه لطلبة السنة الأولى جدع مسار. وكمقدمة عامة عن مقياس المجتمع الدولي، نقول أنه يشكل القاعدة أو الركيزة الأساسية في مسار طالب الحقوق، بحيث أنه يمثل الانطلاقة أو نقطة انطلاق وتكوين مجاله المعرفي في القانون بصفة عامة، وفي شقه العام وعلى وجه التحديد أو التخصيص في مجاله الدولي أو الخارجي، ونقصد به القانون الدولي العام. وبالتالي تكمن أهمية تدريس مادة المجتمع الدولي بأنه بعيدا عن ضرورة إلمام الطالب بجميع فروع القانون، فإن هذه المادة تعد من بين المواد أو المقاييس التي تمهد للطالب الدخول أو اختيار أحد التخصصات في مجال القانون الدولي العام. وكتفصيل لما سبق، فإن تدريس مقياس المجتمع الدولي ينطوي على عدة إيجابيات ومزايا، من كون أنه يعتبر مدخلا للإلمام بالخطوط العريضة للقانون الدولي العام، بس إلى ذلك فإنه يمكن الطالب المبتدئ إن صح القول في مجال الحقوق من الاطلاع على طبيعة المجتمع الدولي وتركيبته الاجتماعية والسياسية، وهذا تمهيدا لفهم قواعد القانون الذي يحكمه. كذلك يمكن القول أنه من خلال تدريس مقياس المجتمع الدولي فإن الطالب سوف يتمكن من الاطلاع على مراحل التطور التاريخي التي مر بها المجتمع الدولي، بدءا بالعصور القديمة الممثلة في الحضارات الفرعونية الرومانية واليونانية، وكذلك مرورا بالعصور الوسطى ووصولا لفترة المجتمع الدولي الحديث أو المعاصر. كذلك فإن من خلال تدريس مقياس المجتمع الدولي سوف يتعرف الطالب على أشخاص المجتمع الدولي المعاصر والتطورات الحاصلة في موضوع تركيبته الاجتماعية، ذلك أن النظرة التقليدية والحديثة للمجتمع الدولي تختلف، من كون أن الدولة كانت هي الشخص الوحيد المكون للمجتمع الدولي، وهذا بالضبط بالنظرية التقليدية للمجتمع الدولي، ولكن التطور الحاصل الآن في تركيبة المجتمع الدولي أدت إلى انضمام عدة كيانات ومؤسسات أخرى بجانب الدولة. إذا كل هذه الأمور سوف يكون الطالب على إلمام بها إن شاء الله من خلال دراسة مقياس المجتمع الدولي. ويتجسد الهدف من دراسة المجتمع الدولي في كون أنه لا يستطيع أي مجتمع من المجتمعات العيش منغلقا على نفسه أو بعيدا عن التفاعلات التي تحدث في مجتمعات أخرى، فهناك قضايا عالمية كالبيئة والتنمية ونقل التكنولوجيا وغيرها، وما تحدثه هذه القضايا من تغيرات سياسية واجتماعية يتحتم على كل فرد معرفتها والإلمام بها بما يتسمى وضع تخطيط لحياة الفرد والجماعة وفقا لهذه المعطيات. إلى ذلك فإنه لم تعد العلاقات الدولية منحصرة فقط في العلاقات الدبلوماسية، بل تعددتها للعلاقات الاقتصادية مثلا والاجتماعية والعسكرية وغيرها، وإن هذا التشعب في نوع العلاقات الدولية أدى إلى تثمين الروابط بين الدول كما انعكس على حياة الشعوب ومستوى معيشتها. كذلك أن المجتمع الدولي في تطور مستمر،
وإن هذا التطور ينعكس بالضرورة على القواعد التي تحكم هذا المجتمع، ونقصد بها أي طبعا القانون الدولي العام. أكثر من هذا، فإن الهدف المرجو من دراسة المجتمع الدولي هو إزالة الغموض حول مسألة التعارض بين القواعد المثالية والتطبيق الفعلي في إطار القانون الدولي العام. أي ينبغي على دارس القانون التمييز بين ما يطلع عليه في الكتب وما يتلقاه في المحاضرات، وبين ما يشهده المجتمع الدولي كل يوم من واقع قد يكون منافيا للعدل ومنافيا تماما لما تم تلقيه في مقاعد الدراسة أو في مقاعد الجامعة. إذا فيما يتعلق بالمحاور الكبرى التي سوف نتعرض لها، نقول بأن مقياس المجتمع الدولي هو مقياس يدرس في الثلاثي الأول للسنة الأولى جدع مشترك، وخلال هذا الثلاثي سوف نتعرض إلى تعريف بالمجتمع الدولي مع تبيان خصائصه. بعدها سنبحث في تطوره التاريخي من خلال التعمق في واقع المجتمع الدولي من علاقاته الدولية والبينية عبر مراحل العصور المختلفة. ثم نقف بعدها عند نقطة فواعل المجتمع الدولي أو أشخاص المجتمع الدولي، بالمنطلق أن المجتمع الدولي قد تطور في مجالاته وأحكامه وحتى في أشخاصه، بحيث تغيرت تلك النظرة التقليدية له والمتمثلة في أن الدولة هي الكيان أو الشخص الوحيد في المجتمع الدولي، بحكم أن متطلبات الحاجة والتطور المستمر أدى إلى ظهور كيانات تنافس وأحيانا تفوق الدور الذي تلعبه الدولة في إطار المجتمع الدولي. نذكر منها على سبيل المثال المنظمات الدولية والدور الفعال الذي تقوم به في مجال تطوير أحكام القانون الدولي، الذي يتولى مهمة الضبط وتنظيم العلاقات الدولية، بالإضافة إلى أشخاص أخرى أو فواعل أخرى في المجتمع الدولي، منها الحركات التحضرية وشركات متعددة الجنسيات ذات الفروع الواسعة وحتى الفرد، فكلها فواعل وعناصر فعالة بجانب الدولة تسعى على ترقية أحكام قانون المجتمع الدولي عامة. إذن فيما يتعلق بالمحور الأول المعنون بتعريف المجتمع الدولي وبيان خصائصه، فكقاعدة عامة يقصد بالمجتمع الدولي مجموع الكيانات السياسية الدولية المستقلة والتي تخضع في علاقاتها القائمة فيما بينها إلى أحكام وقواعد القانون الدولي. فذلك هناك من عرفه بأن المجتمع الدولي كيان جماعي من أشخاص القانون الدولي يرتبطون فيما بينهم بعلاقات متعددة ومتنوعة خاضعة جميعها لقواعد القانون الدولي، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بوجود علاقات تتشكل في إطار يتجاوز حدود الدولة الواحدة، والتي تدعو إلى ضرورة إيجاد قواعد قانونية تنظمها وتحكمها. ومن هذا المنطلق تعتبر الدولية كل العلاقات التي تتجاوز حدود الدولة الواحدة متمركزة في إطار تجمع دولي، وبالتالي غير خاضعة لهيمنة سلطة دولة واحدة. أما بالنسبة لمصطلح مجتمع فإنه يستعمل كمصطلح توفيقي بين المؤسسات في علاقاتها مع بعضها البعض، محققا بذلك التعاون والتضامن الدولي. إذن وبناء على التعريفات السابقة يمكن الوقوف على أهم خصائص المجتمع الدولي الممثلة أولا في التضامن
الدولي، والذي أساسه رابطة التضامن بين الشعوب المبنية على وحدة الطبيعة الإنسانية وضرورة إقامة العلاقات بين أفراد ينتمون إلى أكثر من دولة واحدة، وأيضا إقامة العلاقات الدولية بمعنى بين أشخاص القانون الدولي العام نفسها. وإن الأمر المساعد على وجود مثل هذا التضامن هو التطور الحاصل في وسائل النقل والاتصال والتكنولوجيا الحديثة بين الشعوب. أما الخاصية الثانية الممثلة في النظام القانوني الدولي، فإنه يقصد به مجموع القواعد القانونية المنظمة للعلاقات الدولية، ونقصد منها التي تحكم وتنظم العلاقات بين الدول بعضها البعض، وبينها وبين أشخاص القانون الدولي الأخرى مثل المنظمات الدولية. وعليه نشير إلى أن الدول وباقي قواعد المجتمع الدولي ترتبط فيما بينها بعلاقات قانونية ممثلة في الاتفاقيات الدولية، وأيضا العرف الدولي والمبادئ العامة للقانون وغيرها. وهذه النقاط هي عبارة عن مصادر القانون الدولي العام. وعليه نشير كذلك إلى أن النظام القانوني الدولي ينشأ برضا الدول واتفاقها فيما بينها بإرادتها الحرة، وأكد بإرادتها الحرة، ولا يفرض عليها، لأن نظرية سيادات الدول تقتضي اعتبار كل دولة أعلى سلطة في إقليمها الوطني، ولا تخضع في علاقاتها مع غيرها من الدول لأي سلطة خارجية. كذلك يمكن اعتبار هذه النقطة في حد ذاتها أنها خاصية أخرى من خصائص المجتمع الدولي، وهو افتقاره إلى السلطات الثلاث المعروفة في النظام الداخلي المتمثلة في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، بمعنى أن المجتمع الدولي يفتقر إلى وجود مثل هذه السلطات. لماذا؟ لأن الدولة لها كامل السيادة، وهي أعلى سلطة في إقليمها، ولا تخضع في علاقاتها لأي سلطة أخرى. أما الخاصية الثالثة تتمثل في السلطات الدولية، يعني نسبيا هي تتمثل في الأجهزة والهيئات التي تضع القاعدة القانونية، أو بعبارة أخرى تضع قواعد القانون الدولي العام وتسهر على تنفيذها ومتابعة مدى تطبيقها، وهذا إما عن طريق لجنة القانون الدولي أو عن طريق المعاهدات الدولية، والتي تأخذ بعين الاعتبار موافقة الدول على هذه القواعد إما عن طريق التوقيع أو التصديق عليها. لكن الواقع العملي، وإن التعامل الدولي الحالي، فإن المجتمع الدولي ما زال يفتقر إلى هذه السلطات كما سبق وأن بينا، بحكم أن الدولة لا تخضع لأي سلطة أخرى باعتبارها هي أعلى سلطة على مستوى إقليمي.